عرض الإخباري. تتواصل عملية التمشيط في عرض البحر قبلة سواحل جرجيس من قبل الجيش والحرس والديوان الوطنيين للبحث عن أشخاص مفقودين بعد غرق مركب يقل عددا من المهاجرين غير النظاميين. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد محمد زكري أن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر ووحدة تابعة للحرس البحري تدخلت اليوم لإنقاذ 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، كما انتشلت 6 جثث على بعد 44 كيلومترا شمال شرق جرجيس. حذر رئيس الجمهورية قيس سعيد المحتكرين من مواصلة ممارستهم في التلاعب بالمواد الأساسية، مضيفا أنه سيتم إصدار مرسوم ضروري ليتحمل هؤلاء مسؤوليتهم. وجه التحذير الأخير للمحتكرين بالنسبة للزيوت وبالنسبة للمواد الغذائية الأخرى وإلى عدد من المواد الأساسية، تم دعوة السيدة وزيرة التجارة للقيام بالعمل الذي يجب القيام به من قبل الإدارة في ظل التشريعات الموجودة، ولكن ليعلموا أننا لن نتركهم أبدا يتلاعبون بقوة الشعب، وسنضع المرسوم الضروري حتى يتحمل هؤلاء ومن يقف وراءهم لتجويع الشعب وللمضاربة وإلى الاحتكار وإلى آخر ذلك مما نسمع من ممارسات لا نريد أن نسمعها، ولكن ممارسة للأسف لا تصدر إلا عن مجرمين. وأوضح رئيس الجمهورية خلال إشرافه اليوم على افتتاح أعمال المجلس الوزاري أنه يتم العمل وفق الدستور في باب الحقوق والحريات من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها. نحن نعمل وفق القانون، بناء على الدستور، بناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة في شكل مراسيم أو أوامر ترتيبية، ولكن نعمل أيضا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق وبالحريات، ومن يدعي خلاف ذلك فهو كاذب، فهو مفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقا. نعمل لتطهير البلاد ممن دنسوها وممن استولوا على مقدرتها. رخص البنك المركزي التونسي للشركات المقيمة الناشطة في قطاع التكنولوجيا والاتصال في تحرير عروضها بالعملة القابلة للتحويل في إطار طلبات العروض المتعلقة بتوريد معدات وبرمجيات والمعلنة من قبل المشترين العموميين بعنوان 2020. واشترط البنك المركزي في مراسلة وجهها إلى الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن يتم الخلاص بالدينار التونسي على أساس سعر الصرف المسجل تاريخ الخلاص. ومن أخبار العالم، دعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الإمارات بسبب خطر الهجمات بالطائرات المسيرة. نهاية هذه الجولة الإخبارية، أمانتها لكم صفية المحرر، إلى اللقاء.